عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم براعم الصغار، ومرحبا بكم من جديد في قناتكم يا بيلاكا طفلي. اليوم إن شاء الله غنكملوا مع بعض تعلم الحروف الهجائية ومع حرفين جديدين. واش متشوقين تعرفوا شنو هما هاد الحروف؟ مستعدين؟ يلا على بركة الله نبداو مع أول حرف اللي هو حرف الواو. واو واو، عاودوا مع بعضياتنا. هذا حرف الواو، هذا حرف الواو، هذا حرف الواو. يلا نعاودوها مرة أخرى مع بعضياتنا. يلا يلا الأبطال ديالي. ها واو، برافو، ما شاء الله عليكم، ما شاء الله. واو واو، مثال مثال. وردة وردة، هذه وردة. هنحاول نكتبوها مع بعض. وردة وردة وردة. نعاودوا الحرف مع بعض مع الكلمة اللي درنا. يلا واو واو واو، تنجمعوا الشفتين ديالنا، تنجمعوهم وتنقولوا واو. وردة وردة. يلا دابا ننتقلوا الحرف الثاني، تاخذوا الحرف الثاني اللي عندنا هو حرف حرف الفاء. عنده القطة وحدة من الفوق. فاء فاء، تنقطو السنينات ديالنا اللي الفوق وتنحطوهم على الشفة اللي لتحت. فاء، يلا ديروا معايا، سنينات اللي الفوق على الشفة اللي لتحت. فاء فاء فاء، برافو عليكم. يلا دابا غنعاودوها، ولكن نحاولوا نطبقوا داكشي اللي قلت لكم، سنينات الفوقانيين على الشفه التحتانيه. فاء فاء فاء، مثل 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 فيل فيل. هذا فيل، حيوان ضخم ضخم، وعنده خرطوم، عنده خرطوم طويل، عنده خرطوم طويل. يلا هنكتبو نكتبو مع بعضياتنا. في 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 لن في لن في لن في لن. هذا حرف الحرف الفاء، هذا حرف الفاء، هذا حرف الفاء. فيل فيل. دابا غادي نعاودو مع بعضياتنا الحروف بجوج، واخا؟ يلا دابا واو 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 واو. وردة وردة. فاء فاء فاء. فيل فيل فيل. نتمنى يا ربي نكون وصلت لكم الدرس على احسن وجه حبايبي الصغار، وغنتقلوا النشاط اللي غيكون زوين بزاف بزاف وممتع. يلا السلام عليكم وليداتي، دابا غادي ننتقلوا النشاط اللي وعدتكم به باش نثبتوا الحروف اللي قرينا. غنحتاجوا الملحه، الملحه تكون في كل دار، وغنديرو في بلاطو بحال هكذا باش نحاولوا نلعبوا في نفس الوقت غنثبتوا الحروف اللي قرينا. غنبداو، يلا مستعدين؟ غنجبدو الصبيع ديالنا بحال هكذا، وغادي نديرو حرف الفاء، ما نساوش النقيطه، حرف الفاء. وعاوتاني وليو نعاودو بحال هكذا، ونبداو
حرف الفاء شفتوها دائرة ونزلو هكا نديرو نقيطة، ما ننساوش نقيطة، عندنا نقيطة حتى هي الفوق، نقيطة وحدة الفوق فاء فاء. يلا دابا يا غنمشيو للحرف الثاني اللي هو حرف الواو. الواو الواو، يلا مع بعضياتنا، يلا يلا مع بعضياتنا، ساعدين يلا كل واحد يدير الصبيع ديالو بحال هكذا، يلا كل واحد يدير الصبيع ديالو بحال هكذا، يلا دير دائرة ونهبطو. واو واو هذا حرف الواو، هذا حرف الواو. وصلنا لنهاية ديال الفيديو، نتمنى نكون فهمتكم الدرس مزيان وتكون ترسخ لكم الحرف في الأذهان ديالكم. دمتم في رعاية الله، وإن شاء الله نتلاقاو في فيديو آخر. مع السلامة، وما تنساوش الاشتراك في القناة اللي مازال ما تشتركش، وما تنساوش الدق على الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. في أمان الله.